بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ محاضرتنا الثالثة لمادة الفسلجة الطبية. عنوان المحاضرة اليوم هو الهوموستاسيس أو الاتزان. الاتزان احنا مثل ما تطرقنا له بالسيل ترانسبورت سيستم بالمحاضرة السابقة، انه قلنا هو الاتزان الخلوي، انه في او حالة الاستقرار، يعني يكون الجسم في حالة استقرار ومنتظم بشكل جيد ليقوم بوظائفه الحيوية ويحافظ على حياة الكائن الحي من اي خلل، سواء كان عصبي هرموني او اي تأثير اخر. بهاي المحاضرة راح نتعلم الثلاث اشياء اللي هي مكونات الهوموستاتيك سيستم والهوموستاسيس والاجهزة اللي تشارك بعملية الهوموستاسيس وتحافظنا على الهوموستاسيس في جسم الكائن الحي، وشلون راح يأثر، يعني شلون راح يكون تأثير هذه الاجهزة او ميكانيزم اوف اكشن مال الهوموستاتيك سيستم بحيث انه يخلينا الجسم متزن وما بي اي خلل وظيفي او فسلجي اخر. الهوموستاسيس، من اجي اعرف الهوموستاسيس شنو يعني؟ يقول الهوموستاسيس تعني انه هي المحافظة على جسم او بيئة داخلية ثابتة. according to Claude Bernard اللي هو هذا العالم اللي وصف الهيموستاسيس واللي تعمق بيها واللي شرح نظرياتها وتفاصيلها وميكانيكياتها، قال انه المالتي سيلولر اورجانيزم، انه الكائنات الراقية مثل الانسان وكل الكائنات متعددة الخلايا مثل الانسان تعيش ببيئة perfectly organized and controlled، يعني يكون ببيئة منتظمة ومسيطر عليها بالتمام. زين، الانترنال انفايرمنت ان ذا بودي اللي هي اكسترا سيلولر فلويدز واللي هي تكون تحتوينا النيوترينت والايون وكل السبستانس الاخرى اللي ضرورية اللي عايش الخلايا. مثلا هنا هو قال انه المالتي سيلولر لازم بانترنال انفايرومنت مسيطرة ومنتظمة، واحنا عرفنا الانترنال انفايرومنت اللي هي الاكسترا سيلولر فلويد. شنو يقصد بالانفايرومنت الاخرى؟ مثلا من ضمن هاي اللي هي البلاد والانترستيشيال فلويد. زين، حتى تكون هاي العملية متكاملة ومتزنة اللي هي الهوموستاتيك ميكانيزم، الجسم لازم يكون يعني مستعد للتعرف على اي ديفيجن، انحراف بسلوك الوظائف الحيوية بداخل جسم الكائن الحي، سواء كانت فسيولوجية اللي هي تشمل بتأثير داخلي أم بخارجي. لذلك هو يكون عنده فد، يعني هنا يقول أنه يقدر يتعرف على هذا deviation of any physiological activity from normal limits، يعني احنا عندنا مخليين فد حدود طبيعية، يعني مثلا تراكيز الايونات او الالكترولايت او التراكيز الاخرى، من تتجاوز هاي الحدود الطبيعية سواء بانخفاض او ازدياد، هاي الجسم لازم يكون متحسس لها، فرأسا انه يشغل فد منبه معين وتحدث الميكانيكيات اللازمة للسيطرة على هذا الانحراف. لذلك انه الجسم يقول هنا يقول انه مزود هو بحساسات ومجسات خاصة
تعرف لنا هذا الانحراف وتشغل لنا اليرت اللي هو يعني فد منبه معين، وهذا المنبه يدز لنا فد سيند انفورميشن للافكتورز اللي هي يعني المؤثرات سواء كانت هرمونات او اعصاب، حتى يعجل لنا ب منع اي activity of deviation، وبالتالي يؤدينا الى عودة الطبيعة للعمليات الفسلجية داخل الانسان. زين، الكومبوننتس مال الهوموستاتيك سيستم، طبعا احنا مثل ما قلنا انه الهوموستاتيك سيستم هو انه ينظم نفسه بنفسه من خلال انه self regulating devices which operate in cyclic manner. زين، شلون نقصد آية هسه راح نعرف انه هو شلون يدور بحول دائرة حتى ينظم نفسه بنفسه من خلال اجهزة معينة. هاي السايكل بيها ثلاث مكونات رئيسية، اللي هي الديتكتر والسنسر اللي هي تعرف لنا الديفيشن، ثاني شغلة اللي هي الكنترول سنتر سواء الدماغ او الاعصاب اللي هي توصل لنا المعلومات مال الانحراف او تستقبل، ثالث شغله الافكتر انه احنا صار عندنا خلل تحسست المجسات او السنسرات المعينه ودت الكنترول سنتر قالت لاني عندي هيك فلان خلل بفلان عضو بفلان، هاي الكنترول سنتر راح يرجع المعلومات للافكتر. احنا انه ما عدنا يشتغل مثلا الهرمونات راح ينطي فلان غدة انه اكو هيش خلل افرزي فد تركيز معين حتى نصحح correcting the deviation، حتى نصحح هذا الانحراف. The transmission of the message or information may be an electrical process in form of impulse through nerves or chemical process in form mainly hormones through blood and body fluids. يقول نقل هاي الرسائل مال الانحراف او المعلومات تنتقل على شكل حركة كهربائية اللي هي عن طريق تحفيز عصبي خلال الاعصاب، او على شكل مؤشرات كيميائية تكون عادة هي هرمونات خلال الدم او البادي فلويدز الاخرى. هاي السايكل مال الكومبوننت مال هنا مثل احنا عندنا بحالة النورمال صار ديفيشن تحسست السنسر انطت انفورميشن للكنترول سنتر، الكنترول سنتر انطفت كوماند امر للافكتر قال اسوي الكوركشن فرجع لنا النورمال يعني النورماليتي اوف ذا بودي. زين، الهيموستاسيس احنا مثل ما قلنا انه هو ما يعتمد على جهاز واحد، هو تداخل عدة اجهزة، مثل يعني يقول one or more system involved in homeostatic mechanism of each function. بعض هذه الوظائف يعني عددها او بعض هذه الميكانيكيات وظائف هذه الميكانيزم، يعني مثلا طعنا هنا فد مثال انه يقول اذا البي اتش او اكسترا سيلولر فلويد مثلا هو احنا بالعادة الانسان 7.4 ما يقبل اي غلط اي خلل بهذا البي اتش، انه يقول الانسجة ما تقدر تعيش وراح يصير في بها في التغيرات يعني تؤدي الى امراض، لذلك ديكريز ان بي اتش اللي هو يودينا الى اسيدوسيس الحموضة، او انكريز ان بي اتش اللي هو يسوينا الكيلوسيس اللي هو الزيادة القاعدية راح يعني يغيرنا بالانسجة بشكل ملحوظ، لذلك راح يتدخل الريسبيراتوري سيستم والبلاد والكدني ذولا بطريقة يعني سينرجيتك او تكافلية راح يرجعون يتعاونون بيناتهم فيرجعوننا او يوازنوننا البي اتش لل 7.4 لذلك نحافظ على طبيعته. زين، منطينا مثل اخر انه البادي تيمبرتشر انه دائما تكون 37.5 زيادة او نقص راح تأدينا بتغيرات بالعمليات الأيضية بالخلايا، لذلك هنا راح منو يتدخل هنا السيستمز اللي هو السكن
وبالتعاون مع الجلد ومع الجهاز الهضمي ومع الجهاز الكلوي ومع الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي راح يرجع لنا التيمبرتشر للنورمال ليميت. يعني هنا مثل السكن راح يدخل حراره او يزيد حراره، الريسبيراتوري همين بالاكسجين العفو المونوكسيد يعني همين يشارك بهاي العمليه، الدايجستيف سيستم اللي بالفرز او امتصاص الماء او الاغذيه الاخرى والكلوي والعضلي والبقيه الاخرى. لذلك هي عمليه تكافليه بين عده اجزاء. نعم نعطينا المثال مثلا انه النيوترينتس موجوده لازم تعطى للسيلز بعمليه بفاريوس اكتيفيتيز وحتى تنمو الانسجه. لذلك الدايجستيف سيستم والسيركيوليتي سيستم ناس معا راح يلعبون الدور الرئيسي حتى يجهزون النيوترينتس للخلايا. منطينا مثل رابع انه يقول الاكسجين لازم يعطى للخلايا، احنا مثل ما نعرف الاكسجين هو يعني سر حياه الانسان حتى الميتابوليك بروسيس او العمليات الايضيه تستمر، والكربون دايوكسيد والميتابوليك برودكتس يعني الاكسجين ينطي للخلايا، بينما الكربون دايوكسيد والبرودكتس او الويست الفضلات العمليات الايضيه لازم يعني تستخرج من الخلايا. لذلك الريسبيراتوري سيستم والاكسكريتوري سيستم راح يشاركون بهاي العمليات ويحافظون على مستوى الاكسجين وازاحه الفضلات والكربون دايوكسيد. المثل الخامس الهرمونز. الهرمون طبعا كلش مهمه وراح ناخذها بتفاصيل في المحاضرات اللاحقه لان هي جدا ضروريه للمحافظه على الهيموستاسيس. هنا يقول الهرمون هي يعني جدا ضروريه للميتابوليزم اوف نيوترينت وال الجزيئات الاخرى والاغذيه الاخرى اللي ضروريه للخليه. لذلك الهرمونز تصنع وتفرز من الاندوكراين جلانز، يعني هي عندنا احنا غدد سواء غدد درقيه غدد شو اسمه الهايبوثالاموس والهاي كل هاي تفرز هرمونات او تصنعها وتفرزها بكميات مناسبه، وهاي هرمونات must act on the body cells. هاي هرمونات انها تروح ترتبط او تتقل الاعضاء، يعني هي هدفها انه جاه تحفيز انه روحي لفلان عضو، فتروح تلقى ريسبترات جاهزة تجي تقعد وتأدينا يعني الى موازنة الخلل او اذا كانت يعني بكميات غير معقولة هاي الهرمونات لا اذا اي خلل هرموني راح يسوي لنا abnormal signs and symptoms. هنا الووتر والالكترولايتس، احنا مثل ما قلنا انه الماء والالكترولايت لازم يكون متوازن داخل الخلية ويكون بظروف اوبتيمم. هنا يقول الديهايدريشن او الووتر توكسيسيتي او التغير بالاوزماليتي اوف ذا بودي فلويدز، يعني احنا هنا عندنا مثل الجفاف او زياده الماء او التغير بالاوزموزيه مال الجسم او يعني سوائل الجسم. هنا الكدني والسكن والساليفري جلاندز والجاسترو انتستينال تراكت take care of this. انه يقول اذا صار اي خلل بالماء والالكترولايت هنا بذني تعاون ذني الاجهزة راح يتعاونوا مع بعضهم و يعني يوازنون او يهتمون بهذا الخلل. يعني احنا هنا مثل قلنا الكيدنيز هي مثلا هي تمتص الماء او تطرح خارج الجسم عن طريق اليورين، السكن يزيد التعرق او يقلل التعرق حسب الحاجة، السالفر جلاند تزيد اللعاب وتقلل اللعاب،
الجاسترو انتستاينال تراكت، هو يمتص الماء او يقلل امتصاص الماء بالامعاء الغليظه. لذلك هنا ذني تعاون تكافلي بين هاي الاجهزه تهتم بهذا الخلل. سابعا يقول for all this function the blood which forms the major part of the internal environment must be normal. احنا اخذنا هاي الوظائف السابقة، لذلك الدم راح يكون لنا الجزء الاكبر مال internal environment، ولازم يكون ب required number of normal blood cells، يعني الدم لازم يكون بالخلايا الضرورية موجودة ونسبها طبيعية ونسبة البلازما وال يعني بقية مكان لازم تكون بنورمال كومبوزيشن حتى تأدينا أغلب هاي الوظائف. لذلك يعني احنا مثل ما قلنا انه الدم مهم، لان هو ينقل لنا المواد المغذيه والريسبيراتوري جازز يعني الغازات التنفسيه والميتابوليك والويست برودكت الفضلات العمليات الايضيه حتى يتخلص من عندها الجسم. ثامنا السكيليتال ماسل، هم يعني هم هنا دا يقول انه هو ايضا يلعب دور مهم بعمليه الهيموستاسيس، يعني راح يساعدنا الكائن يتحرك ويعني ليجد يعني في الطعام مناسب له ويحمي نفسه من المؤثرات البيئيه الاخرى. السنترال نيرفس سيستم طبعا هذا جدا مهم، اللي هو البراين والسباينال كورد يلعب دور جدا 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 مهم بالهيموستاسيس، لان السنسوري سيستم هي اللي راح تميز لنا الخلل اللي راح يصير بالجسم او محيطه، والبراين راح يتعامل ويتداخل ويا المؤثرات البروز والكونس، المؤثرات هنا تعني السلبيه والايجابيه مال هاي المعلومات اللي وصلت له، وراح ينطي the commands of the body، راح ينطينا اوامر للجسم حتى يعني عن طريق الموتور سيستم والبادي يقدر يتجنب هذا الضرر. الاوتونوميك نيرفس سيستم يوازن لنا كل العمليات العصبيه داخل جسم الانسان اللي تكون ضروريه للهيموستاسيس. ميكانيزم اوف اكشن اوف هيموستاتيك سيستم، هيموستاتيك سيستم طبعا يشتغل خلال عمليات يصيحولها الفيدباك ميكانيزم. هاي الفيدباك شنو تعني؟ فيدباك is a process in which some proportions of this output signal or system is feed passed back to the input. There are two types of feedback mechanism اللي هي negative feedback mechanism والpositive feedback mechanism. انه يقول هذا الفيدباك انه يعني كميات الاشارات الخارجه منه راح يعني يبقى يطيع من راح توصل للتارجت وتلقى فد اكتفاء او بالكميه سواء هرمون او اي مؤثرها راح ترجع المصدر الافراز هاي المؤشرات ترجع من الانبوت يعني من الاوتبوت راحت للتارجت رجعت للانبوت وتنطينا فد فيدباك انه يابا وقف الافراز او قلل او زيد حسب الحاجه. مثل ما قلنا انه نوعين من الفيدباك ميكانيزم اللي هي النيجاتيف والبوزيتيف. النيجاتيف نجي على اول ميكانيكيه، النيجاتيف فيدباك ميكانيزم is the one by which particular system reacts in such way as to stop the change or reverse the direction of change. After receiving a message, the effector send the inhibitory signals back to the system. Now the system stabilize its own function either by stopping the signals or by reversing the signals. انه يقول هنا هذا بطريقة معينة يوقف او يغير او يعكس
التغيير. بعد ما يستلم المسج الافكتر راح ترسل لنا فد انهبيتر، يعني فد مؤشرات مانعه ترجعها للسيستم، وهذا السيستم يوازن وظيفته بصوره جيده ويوقف ارسال الاشارات او يعكس هاي الاشارات يعني اذا هو كان منطي امر بالزياده يعكسها ويعطي امر بالنقصان. كمثال مثل احنا هنا راح ناخذ احسن مثال وهو شائع بحياتنا اليوميه اللي هو الغده الدرقيه. هرمون الغده الدرقيه اللي هو الثايرويد ستيمولاتينج هرمون، هذا يفرز من البيتاتوري جلاند يحفز لنا الثايرويد جلاند حتى تفرز لنا الثايروكسين. When thyroxine level increase in blood, it inhibits the secretion TSH from pituitary so that the secretion of thyroxine from thyroid gland decreases. لا يقول انه احنا TSH هو موجود بالبيتوتري جلاند ينفرز يروح يرتبط بالغدة الثايرويد جلاند، راح يقول للثايرويد جلاند افرزي الثايروكسين. الثايروكسين من راح يزيد مستواه بالدم راح يرجع الثايروكسين يعني inhibit the secretion TSH اللي هو الثايروكسين ستيمولاتينج هرمون، راح يعني يرجع للبيتاتوري جلاند. هسه احنا راح نشوفها بمخطط، يقول له وقف الافراز، وراح بالتالي بيتاتوري جلاند تعزنا الثايروكسي جلاند انه تقلل الفرز. هنا مثلا هنا هنا بالظروف الطبيعية هنا ماكو انحراف، زين هنا من نقول انه normal level of thyroxine هذا TSH secretion راح يحفز لنا زيادة increased secretion of thyroxine normal. اوكي زين هنا مثلا يعني هنا مثلا بحالة نرجع هنا مثلا منا نقطة بداية انه normal level of thyroxine راح يقل زيادة، يعني احنا عندنا الانسان الطبيعي انه الغدة الدرقية شغالة ما عنده اي خلل، عادة اللي عندهم خلل بالغدة الدرقية ما يصير عندهم تعرق بصورة او خربطة بالجسم، مثلا خمول، ارق، نوبات بالحالات الهاية، توسع بالعينين، فلذلك انه تكون اما زيادة او نقص. بحالة الزيادة ايه هاي يقول decrease secretion of thyroxine، هاي هنا راح انه يقول اكو نقص بالثايروكسين مدى اخذ كميه كامله الجسم، فراسا راح يحفز التي اس اس سكريشن من البيوتاتوري جلاند. البيوتاتوري راح ينطي امر للثايروكسين انه يقول لها زايدين افراز الثايروكسين، راح نرجع للليفر. بينما هنا بالزياده يقول انكريز اوف سكريت ثايروكسين، راح ينطي امر للبيوتاتوري انه يقول لها امنع التي اس اتش، وبالتالي تي اس اتش ماكو، فالغدة الدرقية ما راح تتحفز وراح يقل افراز الثايروكسين ونرجع للنورمال. فهنا يقول انه اي خل هنا اي ديفيشن، هذا انه هنا صورة طبيعية، هاي طبيعية، هنا ماكو ديفيشن، نورمال ليفل ثايروكسين. صارت زيادة اتخذ هذا المسار وقلل، صارت نقص اتخذ هذا المسار وزيد الثايروكسين. زين هنا ناخذ فد مثل معين، انه مثل ثاني انه شو عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. مثلا الماء في جسم الكائن الحي انه لازم مثل ما قلنا النورمال، بالنورمال كونتيت نو ديفيشن نورمال ووتر، هنا
زين احنا اذا شلون راح يصير الديفيشن هنا انكريز ووتر كونتنت زادت ال يعني تركيز الماء بالخلايا هنا ماكو تحفيز بالاوزمو ريسبتر هنا احنا قلنا اكو سنسرات بالهايبوثالموس فلذلك راح يقللنا ديكريز الانتي دايوريتيك هرمون طبعا هذا الهرمون المضاد للتبول اللي ينفرز من البوستيريور بيتاتوري فلذلك يقللنا decreased water retention by kidney هنا احنا عدا دم كلش كافي بال او زيادة دم العفو زيادة ماء داخل خلايا او داخل الجسم فهنا ماكو محفزات انه يقول احتاج ماء لذلك الماء الزائد شي يصير يصير انه يقول لل يعني الهايبوثالاموس او راحت ديكريزد انتي دايوريتيك هرمون اللي هو الاي دي اتش من البوستيريور بيتاتوري من هو هرمون مضاد للتبول فمن قال انه الووتر الكلى ما راح تحتفظ بماء زياده ولذلك يروح ينطرح عن طريق الادرار وهنا ايضا انه يقول ماكو عطش ولذلك نقيل يعني قل يعني الحاجه للماء ونرجع للنورمال زين هنا احنا عندنا صار فد جفاف بالجسم فراسا راح يحفز لنا الاوزموريسبتر بالهايبوثالاموس الهايبوثالاموس راح ينطي امر للبوستيريور بيوتيتري يقول لها افرزي دي اتش سيكريشن وهاي الانتي دايريتيك هرمون راح ينطي اعاز يجي للكلى يقولها احتفظي باكبر كميه من الماء ريتينشن باي كيدنيز ويرجع نفس النورمال ووتر كونتينت ونرجع للهيموستاسيس هنا كل هاي هيموستاسيس اي انحراف بالزياده بالنقص راح هنا الهرمونات والجهاز العصبي يشاركون ويقلنا والجهاز الافرازي طبعا هم يعني. هنا الثيرست العطش يزيد لنا هم يعني الووتر انتيك زين احنا اخذنا البوزيتيف العفو النيجاتيف هسه نجي البوزيتيف البوزيتيف ميكانيزم هاي يعني احد الميكانيكيات اللي بطريقه معينه تعمل كتكبير للتحفيز يعني انفرز كل ما لقى كميه يعني سيجنالز مفروزة راح يزيد يعني هنا يعني عملية إغناء الغني هناك كان إفقار الغني هنا لا كل ما يلقى محفزات يزيد بال بالإفراز الـ يعني الشغلات اللي يحتاجها حسب الجسم يعني هنا مثلا يقول هو دائما يسوي امبليفاي تضخيم للتحفيز البوزيتيف فيدباك is less common than the negative دائما هذا البوزيتيف طبعا شاع بجسم العفو اقل شيوعا بالجسم الكائن الحي دائما يكون during emergency conditions اللي هي بالظروف الطارئة من ضمن هاي هنا ماخذ مثال one of the positive feedback occurs during the blood clotting اللي هي خلال الجروح او الحوادث هاي الميكانيكية جدا ضرورية حتى توقف لنا النزيف خلال الجروح او التعرض للحوادث ويكون دائما بالثلاث مراحل اللي هو formation of prothrombin activator ثاني مرحلة conversion of prothrombin نحوله الى thrombin conversion of fibrinogen into fibrin by thrombin هنا مثل thrombin هو دائما ينتج بالsecond stage مال التحفيز The formation of more prothrombin activator in addition to converting fibrinogen into fibrin it causes formation of more and more amount of prothrombin activator so that the blood clotting process is accelerated and the blood loss is prevented quickly. Now they يقول انه الثرومبين ينتج بالمرحلة الثانية والتحفيز راح يسوي لنا prothrombin activator حتى يحول لنا الفايبرينوجين الى فايبرين فور هنا الفورميشن راح يكون يعني كميات كبيره وبزياده بزياده يستمر للثرومبين
وحتى يسوي لنا بلاد كلوتينج، وحتى باسرع ما يمكن انه البلاد لوز بريفنتد كويكلي، انه يعني يقلل لنا النزيف باسرع ما يمكن. هنا مثل هنا المخطط ده يقول انه الانجري توبلت فيزلز اند بليدنج، صار عندنا جرح بدت ال العوية تنزف، هنا راح يكون لنا برونثرومبين. برونثرومبين اللي هو حولنا برونثرومبين الى ثرومبين، هنا راسا انطى فيدباك بوزيتيف هاي انه يعني طلعت هاي الثرومبين، الثرومبين هم سوانا فيدباك. بعدين هذا الثرومبين يجي يحول الفايبرينوجين الى فايبرين، وبالتالي يسوي خيوط متداخلة وتوقف نزيف الأوعية. هنا دا يقول انه الكوغيوليشن التخثر مال البلاد وانس فور من صار رأسا يعني يحفز لنا انه يكون بروثرومبين اكتيفيتر ينفرز بكميات اخرى. هنا other process where positive feedback، هنا ما اخذ على positive feedback خلال الولادة همين ده تصير فد عملية انه هي مثال على الفيدباك او positive feedback. هنا مثل راح يصير ولادة، رأسا صار contraction باليوترس، تقلص بال يعني بال عضلات الرحم، الفيتاس الطفل راح يتحرك للسيرفكس العنق الرحم، راح يصير توسع بعنق الرحم، راح يتحرك الفيتاس خلال عنق الرحم خلال هاي العملية التحركة مع عنق الرحم حتى يعني تصير الولادة. رأسا راح يحفز لنا ريسبترات بالسيرفكس، هاي السيرفكس سبحان الله انه راح تسوي لنا ديسشارج اوف ام بلس فروم ذا ريسبتر، راح تنطي فد اعازات عصبية وتنقلها للهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس راح يفرز لنا الاوكسيتوسين من الهايبوثالاموس، راح ينطينا بوزيتيف فيدباك انه هاي الاوكسيتوسين اللي هو الهرمون يعني بعض الاحيان هم يعني يصيح له هرمون السعاده وهرمون الهاي، هذا انه يعمل ك يعني كمقلص لعضلات الرحم. فهنا احنا انها تقلصت، فخلال هاي العمليه بنهايه بالاند برودكت رجعت هذه الاشارات زادت التقلص ما قللت، بينما هناك بوزيتيف المفروض هنا الاشارات تقلل، بس هنا لا، هذا هو بوزيتيف فيدباك. لذلك هو هاي العمليات طبعا البوزيتيف فيدباك ريجوليشن دائما تكون نادره بجسم الكائن الحي، النيجاتيف دائما تكون شائعه لان هي حتى تحافظنا على التوازن يعني توازن سواء هرمونات او اعصاب، بحيث من نوصل لنورمال رأسا تنطي إشارات إنه وقفها، هي أخذ كفايتي من الإشارات اللي استلمتها وتوقف الفرز الهرموني الزائد. اليوم نهينا محاضرتنا لهذا اليوم الهيموستاسيس، وطبعا هي هاي العملية جدا مهمة بعلم الفسلجة، لان احنا بعدين راح نشوف بالهرمونات والاعصاب والهاي كلها هاي تعتمد على الهيموستاسيس، انه شلون الهرمونات تشارك بعملية الهيموستاسيس، انه عندي لان احنا تدرون انه الهرمونات هي يعني اعظم العمليات الايضية تشارك بها وخاصة الغدة الدرقية، لذلك احنا دائما ليش يخلون نورمال رينج الكل هرمون، انه اذا زاد فد مشكلة نقص في فد مشكلة، وكذلك في عمليات تخثر الدم الهيموستاسيس جدا مهم، انه تخثر الدم لازم ما يصير بطريقة مفتوحة وعشوائية، لازم يكون متوازن، لان اذا زاد التخثر الدم راح يسوي لنا جلطات ومشاكل مرضية خطيرة، او اذا قل مثل جماعة نصف الدم الوراثي ذولا ما عندهم عمليات يعني عوامل التخثر الكافية، لذلك تكون حياتهم بخطر باي جرح يكون ينزف وصعب السيطرة عليه، لذلك هاي العمليات الحيوية دائما تكون يجب ان تكون متوازنة في ظروف وليمت طبيعية،
لا زائدة ولا ناقصة. وأشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.